عملت فيديو واتريق فيه على زمايلي في الشغل اثناء اي وظيفه او مهنه انا اشتغلتها؟ حصل. حصل. فيديوهات التريقه على زمايلك في الشغل؟ ايوه اكيد انا بتريق على الناس طول الوقت بس مش فاكر. مش فاكر. طب اللي فاكرين انت فكري ما اتريقتش على حد من زمان. انت يا حليم ما عملتش كده. انا عملت فيديو كان جاي لنا مدير جديد وانا كنت طهقان منه جدا مش على اخر. دي الطريقه الوحيده اللي بعرف اعبر بيها عن غضبي تجاه اي حاجه. فعملت فيديو عن المدير الجديد بيجي يعمل ايه بعد ما كل يعني او ما يجي جديد عايز يفرد سيطرته يقفل التكييف يفتح التكييف يعمل حاجات غريبه. فعملت فيديو ده فايرال جدا. بعد كده لقيت الاداره كلمتني اتش ار استدعى تعالى. ايوه قلت ايه في الفيديو؟ ايه قلت ايه في الفيديو؟ لا بهزر بس هم بالنسبه لهم بلاش كده فاهمه. اه كنت فاكر شغال في مكان حساس شويه ما ينفعش مش هينفع اقول هو ايه. لا 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 احنا عايزين نعرف هو ايه. لا مش هينفع اقول هو ايه بجد مش هينفع. انا كنت بشتغل هيقول والراجل اسمه. انا كنت بشتغل في وظيفه حكوميه شويه فكان ما ينفعش ان احنا نهزر فيها كده. ايوه وزاره وظيفه حكوميه شويه حاجه زي الوزاره بالظبط. مجلس وزراء استاذه ما تغلطيش عليا هقول وهرش يا كان في وظيفه عجوميه جدا فكان الهزار بالشكل ده. طب نبي واحد بيشتغل في حاجه زي مجلس الوزراء ازاي تتريق على مديرك وتحط فيديو عليه؟ كنت مش قادر حرام ما هزرتش اي حاجه يعني دي كانت عامه دي كانت نقطه التحول بتاعتي. يعني انا قلت لا انا ما ينفعش اشتغل كده ما ينفعش اشتغل شغلانات محتاجه هذه المسؤوليه فانا محتاج اكون بهزر في حياتي عامه. وده فعلا خلاني بعدها بفتره استقلت وقلت له انا كده تمام قوي وبدات بقى ان انا ما اترفدتش يعني الحمد لله. ايه ما اترفدتش؟ لا انا استقلت بعدها بست شهور كده. طب والله كتر خيرهم الحمد لله. انا استقلت كتر خيرك انك استقلت والله. هنا انت اتريقت على مين؟ انا كنت بشتغل في المانيا فانا كنت ما بقى يا لهوي ما بقدرش اشوف اللي بيحصل هناك. يعني اكتر حاجه كانت صعبه بالنسبه لي ازاي الناس دي صاحيه وفايقه قوي الساعه 7 الصبح. دي حاجه انا مش في الكتالوج بتاعي. يعني ايه 7 الصبح الناس دي ايه خلصت تمرين وودت عيالها المدرسه وجايه تشتغل وفايقين وبيعرفوا يتكلموا كويس قوي كائنات جدا بقى ده بني ادمين جدا. وانا داخل والله فعلا انا مش شايف انا ناسي انا فين مكتبي في المكان اللي انا بشتغل فيه ده. بقعد الف واخش اوض اعمل نفسي بسلم على ناس انا تايه في الشركه. انا بس افتح مكتب غلط فاهم جود مورنينج وبتاع وانا اصلا مش في الدنيا. فكان عندي فيديو انا عندي فيديو ستاند اب كوميدي برضو من الحاجات اللي اتنشرت بس ما عملتوش بالالماني. لا بالمصري. انا اترفدت عشان ما كنتش بصحى بدري زيهم. انا عندي الجسم بتكلم الماني كويس طبعا اكيد بتكلم الماني. بقى لي سنه ما بروحش المانيا فهتلاقيه. طب عمرك كلمت حد من اصحابك بالالماني كده؟ ما والله بالظبط يعني اخر ناس اقول لحد دانك مثلا فيقعد بقى لما حد لما بتكلم الماني بقى يقعدوا يتريقوا ويهزروا في وسط. لما بكلمه عربي اصلا الموضوع ده ما بيفهموش معايا.